سخرية تحس ان جني يقول لك ترى احنا بنسوي لكم حركات علشان الانمي ما تعطونا مثلا تقولون اوه شلون يسوي كذي لا احنا من الحين قلنا لك سلبية سخرية هاي انا يامي اذا انتم جدد هني او طلعت لكم بالاكسبلورر او بالريكومنديشن حياكم لا تنسون انكم تتابعوني وتضغطون على زر الاشتراك وجرس التنبيه وتابعوني بكل القنوات الثانية وهذا لنا وايد راح يساعدني وهنكس لاني سالته سؤال اسمع لاني سالته سؤال سالته سؤال حنكة زين قلت له لو يجي شانكس الحين ضد لوفي من يفوز لوفي يفوز اكيد يعني ما يفوز لوفي يفوز لوفي يبقى اقول لك كايدو لو قتال انعاد من اول والجوي باي طلع يفوز كايدو تقول لي شانكس يخسر من لوفي شلون طيب ليش عزيز ليش السبب شانكس بروحه راح يطلع عقبه بدقيقه زين هذا اول شيء عند هاك متقدم اللي هو الهاك هاك التنبؤ زين هاك الملكي حق شانكس اقوى مليون مره من هاك لوفي بس يفوز عليه زين لا 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 وين الله الحين الحين لا الحين كقوه يمكن يتطور لوفي بعدين بس الحين كقوه ترى شانكس اقوى من لوفي وراك حبيبي شنو حبيبي كيد صار سنه قاعد يحاول قاتل طقه واحده طق كيد انا اتوقع راح يفوز يقدر يفوز شانكس بس بطريقه واحده بس حبيبي بطقر شوف الهاكي دائما لا لا لكن طريقه شنو طماي شقنا البومبيسيون لا 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 انا اقول لك شلون عزيز اذا غدر فيه بس لا لا ما اقدر والله انك حيوان ما تدري لا 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 تدري انك حقير ما على طول كثير ليش ولد يقول ايش فيك انت انا قاعد امشي شوف انا قاعد امشي على كلام عزيز انا ما قاعد امشي عزيز يقول والله يوم تحمس يوم برسيلو عيدان عيدان اسمعني اسمعني انت اسمعني ولا لا اسمعك اسمعني ولا لا الحين تيج لما غدر باللحيه يمكن ما يقدر خل الفاكهه قلب على العين شوف سبحان الله غدار لا شوف صفات الغدر هذه ما تروح والله ما تروح من واحد عزيز ما عزيز ها عزيز هذه خايفه شبك تيتش يا ولد شبك لا 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 انت تذكر كانجرو يا هوم فيهم ايوه والله غدر فيهم كلهم كانجرو هذا ما يود 20 سنه قاعد 20 سنه جدموه فايده ضحى بنفسه 20 سنة شوف كانجرو قاعد تخيل صمل 20 سنة عشان يقدر فيهم جيكاي وان بيس فزكتا نوريوك يكدون سر جيا هيفس كايزوك ووني اولا نار شو ساك ينتظرك شدينك يا ولد لا 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 انا عندي كلام انا عندي كلام بس حالاته كل واحد يتكلم مرة كل واحد يسولف ورا الثاني خل نشوف واحد يبلش عشان لا احد يقاطع الثاني واحد بعدين واحد بعدين واحد بعدين واحد شوف كل واحد التقييم بدون ولا شيء عطوا تقييم بدون لا يقول هذا انا اقيم الصراحه 9 الحلقه الحلقه يلا اي حلقه راشد انا اخر واحد يلا يامي يلا انا صراحه 7 زين ومستر ستة ونص سبعة أنا مستر ستة ونص ستة ونص ها يلا كل واحد يقول أسباب أنا قلت أول شيء بديت يلا قول لي يامي طيب أنا ما سمعت لا أنت مو مهم أنت بغتو ما بغل الحسبة سبعة يا شباب أشو أنا قلت سبعة والكل لحقني لا مو لحقني أنا ثابت كنت والله بس تقييمك صح عزيز أنت قول أول شيء أو أنت قول أول شيء شايك شوف أنا السلبية الوحيدة بس كان فلاش باك كل شيء ثاني أحسن من المانجا مليون مرة يلا دورك مستر دورك كل شيء ثاني على المانجا أحسن مليون مرة بس فلاش باك هذه اللي غثني تبطيط شوي عيدان انت عيدان يلا لا 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 انا اذا بتكلم ما راح اتكلم نفس عزيز بس جملتين وانت بتكلم يلا خلاص مستر يلا راح تقول بتكلم خليها هارت يلا شدينكي يلا
زين اول شيء في مقاطع صراحه جيده وفي مقاطع اوت عقاتهم برا احس برا احس ملايق مراكبه عرفت في اشياء غلط صارت يعني مقطع هيوري والاخراج ما كان ذاك الزود اول شيء ما كان مرتب يعني في حماس ناطرين فجاه هذا ما خله يقول ماشيين على المانجا ما راح اقيمه ماشيين بس اللي ما عجبني الساوند افكت مراكب على الانيميشن ويبين مو متمكنين هذا اللي حسيته مستخدمين حق دراغون بول تلاحظ بعد اي مو سالفه دراغون بول مستخدمين هذا مال الكرتون اللي قاعد يصير بالشاشه مو راكب على الساوند افكت اوكي عرفت وايد في عاده بس حل جلوفي وايد قاعد يعيدونها بالحل جلوفي زوم 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 ان وايد هاب نرفزني صح وشنو بعد ما عجبني ساوند تراك صراحه كلش ما عجبني الساوند تراك اللي حطوه كان المفروض يحطون شيء حماسي احلى خلينا نتحمس شيء حاطين شيء بس ما شلون الساوند تراك هذا اللي تعرفونه دن 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 عرفته على بنا مسوينا ريميكس اي حالات اللي مسوينا احلى حالات اللي مسوينا احلى حماسي اكثر وايد المقطع بارد وعبط خلي العبط اللي فيه بس وايد بارد المقطع عرفت عشان عبط يعني كيف عجبني صراحة الاندق مليون مرة احلى من الانيميشن اللي شفناه الاندق مو طبيعي صح حيل حيل يعني كان المفروض يحطون الساكوغا هذا البنت احسن مو طبيعي اقول لك انا لو بتكلم اقول خيسي والله حيل كان ابداع في لا كم لقطة شوية تحس لا راشد خلصت التوتا لا والله في بس ما ابي اطول الصراحة لا 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 خذ راحتك خذ راحتك مناجي سالف سالف انا قاعد اسمعك يا ما الطق خرابيط وايد صار خرابيط ما 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 احس قاعد يطق الساوند افكت يطلع بروح طق يطلع بروح ما ادري ايش السالفه حتى اللي بيطالع هذا شفت هذا كنت واضحه قبل شوي ولد وايد وايد ترى وايد يعني ما بقول سيء بس كانوا يقدرون يسوون احسن توقعت ترى وايد احلى وايد توقعت احلى بيصير الصراحه بس بوقف يلا مستر خلينا نشوف مستر اغلبيه اللي قاله راشد اوكي انا معاه بعد بزياده ان ما خايف اذا نستمر على الشيء هذا اذا أيه. كل قتال شيء مسخره زياده اوكي الحين ما دام لين اول مره ممكن امشيها القدره انا عارفها ان قدره عبطيه او حتى الكاتب قالها اوكي عرفنا الشيء هذا بس ما ادري قتالات شخصيات ثانيه اوكي شلون راح يقاتل بلاك بيرد شلون يعني فاهم علي شلون اي مستوى سبا هذه ما ادري اوكي انا اتفق انها حلوه في اشياء بس في اشياء يمكن لنا مو متعودين اول مره ادش تافه تنبيه يمكن هذا اللي شوي مكهرب الناس انا منهم ما ادري هل في تطور ان شاء الله ما ادري صراحه هذا اللي عندي ماو مستر يضحك يا ولد ماو انت زين يلا دقيقه خطره تضحك بس دقيقه يا ولد شو يا ولد يلا يلا ما قلت لي يعني احسن ما نقول المانجا احسن اقول لكم رايي وين رايي والله شوف بصراحه اكثر شيء غثني اكثر شيء لوع كبدي حيل التمطيط يا حبيبي مصيبه هذه على السلبيه بس حلقه مو طبيعي حطوا لك على عين اوروتشي بعدين حلق اوروتشي بعدين خد اوروتشي بعدين شعر اوروتشي بعدين شعر هذيك مو على البنت بس سافت بعد الفلاش باك اقول لك انا كمل الحين اكمل هلك بعدين يحطون لك على كيد هو يقول موجيوارا بيحطون لك على لاو يقول موجيوارا بيحطون لك على مدمنو يقول موجيوارا بعدين عرفت مطوها يا ولد زياده عن اللزوم هي بسيطه عرفت شلون يعني ما كان داعي لاو يقولون هذا انترو يعني انترو شقوه شق بالتمطيط شلون يشقون يعني ماني فاهم الانترو المفروض يكون اختصار عرفت شلون ما يكون مقدمه تمطيط انا اول مره اشوف مقدمه تمطيط عرفت شلون هذه مشكله طيب الشيء الثاني الالوان يا ولد اوفر مبالغ فيها حيل ازرق وردي طاير بشاشه دي ضوي كامله عرفت شلون الوان المؤثرات ما ادري شنو تحس هم نفس الكلام شنو انك اللي قاله يا ولد زين اصوات المؤثرات تطلع قبل الطقه بعدين طقه يطلع لها مؤثر ثاني بعدين ما ادري شنو الساوند تراك ما نوعوا فيه يعني يستخدمون ساوند تراك كل شوي يعيدونه يكررون فيه كل مشهد ما ادري شو عرفت طيب الشيء الثاني هم التمطيط حق لوفي قاعد يمطون لوفي مططوني هذا مشكلة استوديو تو انيميشن يمطط بزيادة بعدين يعطون كل طاقتهم بالتحريك عرفت شلون بس ما عندي شيء ثاني
حلو. ما بقول العيد اقول الحين بقول اي بس بقول اول شيء شوف بقول الايجابيه عشان اطلعها من الجنب عشان بشق السلبيات اوكي ايوه الايجابيه انا استانس وايد عجبني الجير 5 وايد مو شويه ليش لان صدق يعني انا كنت خايف اني اشوف جير 5 حلو وكنت خايف على سالفه هذه اللوني تونز بس في شغله وانا قاعد اطالع بيني وبين نفسي حسيت فيها من صدق مغشمره لا عجيبه وصدق حيل على قولتهم شلون اقول لك بمكانها هو اول شيء مطاط يعني شنو تبي تتخيل الاويكنج يعني اول ما فصلوا الشخصيات الثانيه لما نفصلوا مثلا بدرس روزا وهذا لما صاروا على قولتهم الاويكنج فصلوا هذا مطاط يعني اشكار راح يصير في شيء مطاط ما طلعوا برا احس انه بالعكس ضبطوا سالفه المطاط الاويكن مال المطاط صار انه كنا كوميدي اوكي شنو اللي اعطاني الاحساس الحلو بالموضوع انه اذا طق مثلا كايدو قاعد يصير في افكتس المطاط مو طويل يعني تخيل لما يطقه عيونه طلعت وما طلعت اللي يمشيها انه توه طاقه صار له 4-5 ثواني خلينا نقول هذا الافكت مال الطقه بس بعد هالثواني لا راح يرجع الوضع الطبيعي عرفت يعني كايدو راح يرجع طبيعي لما يكون ماسكه يتغير لان خلاص دش فيه شنو الافكت مال الفاكهه بس لما يهده بعد ثانيتين ثلاث كايدو رجع طبيعي كنا مو عبيط عرفت بس اذا انطر خيال لوفي ترى على فكره اوكي انزين هذا اول شيء ثاني شيء في شيء وايد سلبي سووه سالفه النطره هذه الحين شهرين هيصه مخرجين وما لها ام داعي راح نجيب من توي انيميشن والمخرج الفلاني يا ليتهم ما سووا هالضجه يا ليتهم خلوا الموضوع عادي وسكاتي وانتهى الموضوع وايد رفعوا الاكسبكتيشن الشيء مو طبيعي يعني لو احنا الحين على قولتهم ناس انا الحين قاعد اشوف الحلقه قاعد اقول مساكين اللي حاجزين صارت سينما اللي رايحين مسوينها برا بالشارع احس انه فشله لانه مو لهالدرجه ليش مو لهالدرجه الحلقه المفروض تكون مضبوطه احنا جايين صار لنا شهرين ناطرين هالحلقه تحط لي فيها تمطيط مرتين ثلاث عدت اللقطه ولوفي يضحك نفس الفريمات مو فريم جديد مو فريم جديد لا نفس الفريم حطيته مره ثانيه مره ثالثه مره خله يضحك 24 ساعه ماكو مشكله بس الفريم لا تحس انك انت قاعد تحلب نفس الصفحه تاخذ الصفحه تعيدها تعيدها كوبي 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 بيست كوبي بيست لا ومكان سالفه هيوري ما لها ام داعي بهالحلقه المفروض ما تكون موجوده هني مو وقته خلها بعد على قولتهم بوقت ثاني مو بهالحلقه الحين الناس ناطره تي تحط هذه الفيلر عشان تخلص الحلقه بسرعه وسالفة الفلاش باك اللي ربع ساعة ما له داعي سالفة الحلقة اللي قبلها شفناها تروح تعيد لنا اياها عشان نشوفها مرة ثانية هني وين قاعدين ولا انا رحت ومسكت ايده وطاخ وتكمل يبقى ندري حط فلاش سريع وانتهى الموضوع او لا تحطه من الاساس كلمة كافي انا ما كنت ابيك ولا انا ما كنت ابي افوز بهالطريقة انتهى الموضوع مو لازم تحط لي اللقطة مرة ثانية وتعيدها وهذا الجيروسي لما تكلموا ما لهم ام داعي الكلام هم دائما لما يطلعون صراحه كانت لقطاتهم قويه هالمره طلعت صراحه كلامهم فاضي احس ما احس خاروها شوي يعني المفروض لما يطلعون يتكلمون كلام جد احسهم خطي قاعد بس قاعد يضيعون السالفه ها ايه كل واحد واقف مكانه شنو قالوا ممكن تقول لي اتوقع هذه انحطت بالمانجا ترى ايه انحطت هم قالوا سخريه هم قالوا ان الفاكهه سخريه وهذه والزون عندها بس اي هذا شيء مهم اول ما هو شيء مهم بس الطريقه اللي سواها ما كان مضبوط انا ما عجبتني خل اقول رايي انت خل اقول رايي الحين خلاص خل قال الحين اقول رايي كيفك انت عجبك كيفك انا الحين اقول لك رايي ما عجبني انا كل ما اشوف الجوروسي احس انه في شيء بلوى بيصير احس انه بيقولون شيء قوي هذه احسها مو ذاك زد ملاقه احس لما هذا تكلم وهذاك تكلم وهذا تكلم وهذاك احس ان كنا فيلينج ما حسيتها حتى لو معلومات مهمه فيلينج يعني الحين هيوري مو لقطه مهمه ليش فيلينج كذي ربع ساعه هذا جاي يمشي علشان يلمسه واحد لمسه واحده ويحترق صار له ساعه جاي يسوي كذي صار له ساعه جاي يسوي كذي طالت الحلقه الناس ناطره 6 8 علشان الحلقه تجي تحط لنا هيوري وهذا قاعد يسوي كذي خايسه احس انه صراحه احس هني ظلموا هيوري اصلا يمكن هالفريم اللي توه طلع يمكن اخيس فريم حق هيوري بكبرها بالانمي كله هذا واحد
غير هذا الشيء سالفة قوة لوفي راحت مني سالفة اوفر باور وما لا 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 هو وراه كل شيء بالمطاط الساوند افكت الطوينك والطوينك مطاط صح يا ابوها صح سالفة انه لما نرفع الارض وسوى ماكو مشكلة امشيها لان كل شيء بالمطاط ما احس انه راح بعيد سالفة الافكتات هذه اللي يطلع العيون وما العيون هذه ندمجها بسالفة على قولتك هذا نيكا انه هو يطلع الايجابية والضحك حطيناها بهالجزء بس قوة المطاط نفسه سالفة انه كل شيء يديس يصير مطاط وايد حلوة بالعكس ما ضيق خلقي بالعكس ولا شيء وسالفة الافكت اللي قاعد يصير يوم طف 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 هذه لما قاعد يصير كنا سوبر ساين نارية بس السلبيات اللي قلت لك اياها ليش اللي خلاني اعطي سبعة انا الحين جاي اشوف الحلقة عشان السانس واستمتع بالجير 5 عدتوا لي الفريمات وايد تمطيط ما له داعي لقطة هيوري مكانها غلط سالفة انه صح لوفي 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 وايد هذه معروفة تصير بس هذه يمكن اخيس واحدة فيهم صارت بدريس روزا صارت بواتر 7 صارت بأراباستا كلهم احلى من هذه هذه يمكن اخيس واحدة اللي لوفي او ماي جاد لوفي هذه اخيس واحدة فيهم يعني لو ترجع تشوف كلهم كل الاركات كلهم يسوون نفس الشيء هذه اخيس واحدة وسالفة لوفي الباجي كل شيء تمام حتى شو اسمه الطقات اللي صارت ما حسيت انه في شيء اوفر لان تركيب مال سالفه القوة المطاط مشت حتى ساوند افكت سالفه انه ساوند افكتات مو كانها غلط من امه غلط الرسم انا توقعت اقوى من كذي بوايد على الكلام اللي يقولوا له 15 مخرج وهذا الفلاني والفلان الفلاني ما شفت اي شيء المفروض يعني المفروض ما يبون سيره المخرجين هذه لان ببالي وبس سلامتك صح لسانك صح بدنك هلا والله والله وايد بالعكس يعني انا الحين اذا شفت هذا اللي شفته ما تسوى سالفه الناطره هل كم شهر وسته ثمانيه وبالقطار احس فشله يعني انا لو راعي الماركتينج او انا هذا احس استحيل لا لا مو لهالدرجه تسوي دعايه الحلقه حلوه بس مو لهالدرجه انك تسوي لها دعايات تحطها بالقطار وتسكر السيرفرات واذا واحد حط الحلقه راح شنو اوفر 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 احس يعني بالعكس بجير 5 بط احب بالعكس الحين راحت بني سالفه انا خايف جير 5 يصير مو حلو لا بلاك بط حلو وسالفه اللوني تونز الكرتون لا جايه بمكانها لانه هو مطاط وسالفه اللي تينك تينك مطاط جايب لك اياها صح مو غلطان انا اشوفها مو غلطان بس السوالف اللي قاعد تصير هذه خايسه هذه بس اللي انا عندي سالفه بلاك باك وتمطيطي وقتي بس ايه ما لا امداي ما لا ولا الجير 5 ترى احسن المانجا مليون مره خلاص اللي مرفع الارض لا ما تقارن بالمانجا يا اخي ما لي شغل المانجا يعتبر سبير بوت حق اللي قاعد طالع ترى لما رفع الارض وحركات هذه المطاط والله اعطاني فايب اختصر كلامي اعطاني فايب كنا فان انيميشن صراحه شفت فان انيميشن لما يسوي المطاط عليك نور بس بطريقه حلوه يعني حتى الانيميشن مو سهل اللي قاعد يصير هو شوف وقت لما خاصه المكايدو قاعد يحترق فجاه يحرك راسه لا والله خايس خاصه لما صار كنا مو شوف صار شكله كنا مو شوف بس هو طريقه انه يطلع لك يضحك او يبيك تضحك شوف انا متحمس قاعد طالع هوشه عزيز رد على عزيز خنشوف بما ان انت يعني قاعد تتكلم معايا طبعا النقاط يعني خنشوف يا ولد خنشوف ما تمل جوا بالعكس مهم حيل زين اصلا مني اصلا اهم شيء بالقصه يقول لك هالوقت لان فجاه مع الموسيقى لان حطوا لك شيء لقطه سلوفي ويقوم مطبول فجاه قاعد تشرحوا لك عن قصه الفاكهه نفسها ما تلوفي انها كانت فاكهه ما يبون احد يطلع يتكلم عنها انها صارت من سنه وما توقظ ولا شيء وانها هي فاكهه نوع بشر من الزون هذه ما ندري عنها لو ما قال الناس يقولون ايش سالفه لوفي فجاه ايش سالفه نيجز فجاه وشو بيعرفون سالفه ان هي عوامل المطاط تمسك الارض يرفعها ما حد راح يعرف شو بيعرفون مثلا يقولون كذي قاعد وهو قاعد يستهبط شلون لوفي يقوم يمسك الارض يرفعها لما يشرحوا لك ان من عواملها ان يمسك يسوي اي شيء في مطاط خلاص وعرف لك الشخصيه قبلها تطلع قبلها تصير نفس الحين وعلى فكره هذا من اهم الاماكن اصلا كلمه ريديكولس تصير وايد احلى من سالفه السخريه السخريه احسها كلمه غلط قوه السخريه هذه غلط
يعني بالانجليزي ريديكولس، ريديكولس واضحه اكثر وملمه اكثر من كلمه سخريه. السخريه تحس انه كان يقول لك ترى احنا بنسوي لكم حركات علشان الانمي ما تعطونا مثلا تقولون اوه شلون يسوي كذي، لا احنا من الحين قلنا لك سلبيه سخريه. شنو السخريه؟ لا لا لا, لا. اي بلا ريديكولس باور، بالعكس شيء قوي. قصده استعباط، قصده استعباط، هذا هو قصده. بالعكس اول شيء قال لك بالعكس نيكا واحد وايد يضحك وفن وضحك بالعكس ما في شيء غلط بالموضوع. وبالنسبه لاستعباط انه كنا قاعد عرفت يسخن قدام وكذي، هو قال لك من اول عنها من اول شيء قال لك عنها اني بلاصري فكت الجيبوي كذي النظام ينضم مع العبيد يحررهم ويعيش بسلام من اول، وهو قاعد يقول لك الطريقه. فلوفي هو مني حتى لما قام حسك انه هو ما يدعس السالفه، يقول انا مو خسران ايش فيني قلبي قاعد كذي احس بهذا، وكون ما يدري ايش السالفه اصلا. حتى قال انا ما ادري ايش السالفه قوتي هذا، ما ادري شلون قاعد قوي كذي، انا اسميه مثل جير 5 شوفك شوي ناقز مدري شنو. انا بالعكس اشوف الصراحه الاوستات لا تتكلموا عن القصه، تتكلموا عن التحريك. التحريك بالنسبه لي عجبني حيل التحريك، خاصه لوفي بقتاله مع كايدو ونظام الاستعباط لما يطقه يطلع من راسه هذه الكره اللي على راسه، انا والله العظيم انصدمت. هذه بالنسبه لي بالعكس عجبتني حيل، لما رفع الارضيه لما ضحك اخر شيء حتى فجأة عينه. ممكن اسال سؤال؟ اسالني سؤال حقك انت وعيدان، ليش هذه الحلقه عجبتكم مع انها يعني كوميديه مثلا حيل كوميديه، ومالت بين ما عجبتكم اللي لا لا لا, لا 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 فرق شوف مالت بين لان لا انطر عزيز انطر عزيز انطر ليش عيدان؟ انا شوف انا صراحه ايامها قبل تاريخ يمكن متى كانت 2007 2008 كانت ما ادري متى، من زمان حزتها ما كنت اعرف شنو الساكوغا، وكنت ما ادري ان هذه السالفه انهم حيل سريعين لدرجه من السرعه ان حتى ملاحمهم ما تبين. راشد مع الوقت علمني قال لي عيدان هذه اصلا مو سالفه ان الرسم خايس، راشد قال لي ترى هذا الشيء ساكوغا، الساكوغا معناته الحركات هذه اللي قاعد تصير انت ما كنت تشوفها لانهم اصلا سريعين ما يبينون، فمن سرعتهم الملامح ما تثبت. فانا هني بالعكس لو ارجع حق هذيك الحلقه راح اقول حلوه، ليش؟ لاني استوعبت شنو يعني ساكوغا، عرفت؟ فلو ما كنت ادري سالفه الساكوغا وانه صج معناته السرعه وما يبين وما ادري شنو، كان اي قلت لك الرسم خايس، بس لك ما كان عندي معلومه، ما كنت ادري ان هذه معناته الساكوغا. بس لما فهمت لا طلعت اللقطه قويه، حتى سالفه يوم انطق بالراس وبالعكس مشت وياي، عرفت؟ لأن معناته أن صارت السالفة حيل سريعة، وكل أنمي له طريقة بالسرعة. يعني عندك أنت بدراغون بول بالحرب الأخيرة يوم حتى فيجيتا ما دبنه حتى بيروس دبني جاي يقول هما أصلاً جاي تعاوشونه جاي يطقون بعض، بس إحنا من سرعته ما قاعد نشوفهم. أنا هني استوعبت، يعني أنت هني قاعد طالع هما، أنت قاعد طالعهم بس هما ما قاعد يشوفونهم. أنت كواحد قاعد تشوف الأنمي يعني انا مثلا كيامي قاعد اشوف الانمي قاعد اشوف جيرن وقاعد اشوف جوكو قاعد يطقون بعض، بس اللي قاعد يطالعون فيجيتا وبيروس ما قاعد يشوفون لانه ما يبينون، بس انا كمشاهد قاعد اشوفهم. نفس الفكره بين ونفس الفكره بكذي الساكوغا سالفه السرعه، فهذا ردي. بس هذا سؤالي. شنو جوابك انت عيل؟ لا لأن أتذكر قبل عيدان تقايل الرسم كان خايس. خايس بس ما كنت أدري إيه خايس، بس ما كنت أعرف شنو ما كنت أعرف شنو يعني سبب. أنا بالنسبة لي زين، أنا مردت على ماو كنت اليوم كنت بفهم أصلاً. أنا أشوف مات ماو كان غير هذا اللي مسك يومين مرات. شو يسوون الناس؟ يأخذون الفانز خاصة يأخذون الفريم، عرفت؟ الخايس لأن هي سريعة تصير، عرفت؟ اليوم لما يالي ماو قاعد يقول أنت عيبون أصلاً، ما حد عيب زين، هو قاعد يعيب اللي بيتكلم عن ذولي ون بيس. لا والله حق بين والله كثير عجبني ولد. ادري لان ماخذين الفريم، ماخذين الفريم حق ساكوغا. قلت له ون بيس اصلا هي القدره كذي، هي القدره بالاصل كذي، يبون يخلونك ليش دزي مات كايدو مات على راسه شفت اليوم وعينه تشي تقلب دزي هذا الصوره، عرفت؟ قلت له هي قدره لوفي كذي، قدره لوفي اصلا حتى لما عيونه ترجع وكذي هو يرك بس من خياله، بس المكان صار مطاط، هو اي شيء جيسه يصير مطاط. افكت شيء يطقه لما مسك والله الحين احلى شويه. شوف كان ضافوا لقطات اضافيه، لقطات زياده المفروض ترى المفروض عشان شيء يعطيها سبعه. انا اتوقع هم يبون هاي سالفه طول تحيه طول الوقت شغاله وعلى الميكسات تلاحظ انزين. بس شوف سالفه هيوري مستحيل يشيلك اياها، هي من الاصل متابعين المانجا انزين، وهي لها اثر بالحدث لان اصلا لا 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 اصلا لا لا
تطهير بس قوية. يقدر يأجل. لا 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 ما ما قوية. لا 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 قوية. الناس مرتبطة مع القصة. مو وقته لا 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 مو وقته حطاني. كايدو قاعد كان كايدو. وكان صح لأن حتى. كان صح. هو قاعد يحاول يربط لك القصة مال تيوري. قصة كايدو. وخصوصا موت أودن وشلون تحكي. وتذكر الفجر. تفضل عزيز تفضل كم تفضل عزيز. لأن أنا كنت قاعد أتكلم فجأة. تفضل عزيز. لأن أنا قاعد أتكلم فجأة عرفت هو يبوريك بسوق الفجر حتى أول ما طلعت بسوق الفجر كنا صار مثل برا ورا طلع على طول لوفي صارت ضحكة أودن وإنه شنو كل السبب هذا اللي صار إيه بس 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 التمطيط خرب التمطيط خرب المفروض مو التمطيط هذا كله أي كلامه قالت كذي قالت نفس الكلام بالضبط حتى سالفة لما راح لكانجرو احترق شوف يعني مني لميش حتى اللي هو قاعد يحترق عجيب بس سالفة الدراما هذه ترى مهمة حيل لأن هي وراها لوفي يطلع هي مرتبطة مع لوفي بزوق الفجر والابتسام مات لوفي نفس ابتسامة يعني ابتسامة أودن يعني هو اللي برجع لهم الفجر عرفت اعتبر اعتبر هاي مهمة بس ما تكلم مستر لا بس يرد الفجر يروحوا يصلون ايه لا عاد تكلم الحين يعني كنت اتكلم اني وقتها لا بس خلصت مليق مليق بس هذا شيء قطتك قطتك مو مكانها قوية عشان غير شوي الموت بس لا صراحة نطرة هذه ما لها داعي وايد ما لها داعي صار لنا اسبوعين انا والله عجبتني الحلقة الصراحة بس قلت لك فلاش باك انا ما لا حلوة الحلقة انا ما قلت مو حلوة حلوة الحلقة بس الاوفر هايب هذا ما له داعي الاوفر هايب ما له داعي حيل ما له داعي اللي ما احب بس الفلاش باك سالفة الفلاش باك وسالفة يعني انا بالنسبة لي الصراحة مات كينج وزور اعطيها 10 لان ما فيها لا فلاش باك ولا شيء زين هاي اعطيها 9 بس عشان والله الفلاش باك والتمطيط شويه هو اللي غثني انا ما احب مرات الصراحه فلاش باك والتمطيط اصلا فرق شاسع يعني بين حلقه زورو الصراحه انا اعطيتها 10 شوف انا بالنسبه لي حلقه زورو مات زورو انا مات زورو اعطيها 9 زين انا عندي حلقتين 10 انا عندي حلقتين 10 مستحيل يعني احس ما في معيب اللي هو زورو وكينج زين زائد مالت 2015 اللي لما لوفي يصعد فوق للأمانة 15 أقوى حيل من الحلقة مليون مرة كظهور أيوه يا زورو للأمانة للأمانة اللقطة يطلع لوفي يركض هو صغير مع روجر أقوى حيل من قرفة هذه الإضافات هذا الشيء اللي كنت ناطره فاهم عليك أنا بالنسبة لي أنا حالي شو مشكلة شوف أنا ما أقولك خايف أقولك حلو أوكي بس ماني عارف شلون راح يكون القتالات الجاية يعني أوكي ما أدري أنا لازم تتطورون على الوضع حلو لأن عادي أقدر أستخدم لك أشياء ثانية أحسن من هذه أنا ما أدري شو حلو هذا ما قريب حركات اللوني تونز حيل عجبتني يضحك صح لاقي خصوصا يوم يجر كايدو من تحت يوم فجأة طلعت عيونها أنا ما أضحك حتى كانت واضح تسمعوا يضحك يعني حين عجبتني حلو بس لين متى القتال كله راح يكون كوميدي ما أدري ما فهم شو أنا هذا مشكلتي يعني بس هذا تيجي مشكلتي يعني أنا ما أحب بين الحماس يدخل لي لقطات كوميدية يخرب الجو أنا هذه المشكلة أنا ما أحب كذا هذا مرات وما يقدر برا الجو ويصير في ولا كذي عرفت أدري إنه قصده كذي بس أنا ما أعرف قصده بكايدو ولوفي ما أدري برا شلون يعني تخيل أنا شوف مستحيل أنا عندي إحساس أنا أتوقع بس البداية مستحيل يسويها مثل بشانكس ضد لوفي مستحيل هذا مشكلة ما أدري ليش نقول كلام لأن الأمانة ما حسيت فيها بالمانجا حسيت فيها الحين هني يوم ليش بالتحريك فرق حيل بالانمي يعني حيل من المانجا حيل وضحت السالفه هذه التحريك اي هو واضح لو شيء يوريك بعد منظور لوفي زياده لو تلاحظ لما اول ما قام اكثر من المانجا يمكن بعدين لان كله هو قالها حتى القروسي قالوا ان هذا كله قدره تخيلك اكيد راح يفرق نشوف بين بعدين يا اخي انا عشان كذي وانا قلت لهم ترى القوه هي قويه بس ترى لو كان كايدو من اول قتال مع الجوي بوي ترى يذبح على فكره هني لو اول لو ما يعني لو مو مستنزفينه وسافت المسخره الاود اللي يسويها هذه اللي يخلوه يكشل جزيره ويخليه يقاتل 4 مرات ويقاتل اليامات ويقاتل 9 ويقاتل كان ترى يفوز عليه من اول شيء
بس هو عرفتها لازم من طريقة السنزاف مالت اودا. مو ما يندرى الحين شلون سافت النهاية، هل يذوب البركان يبين؟ لا لا راح تكون واضحة نفس المانجا بالضبط، ما راح يعطيك ديتيلز. لا 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 راح يحط لك، يحط لك بركان ما راح يذوب، ما راح يذوب، ما راح يذوب، راح يطلعون ترى، راح يطلعون انطر يبين زين. ترى ترى في شيئين بينوا بالانمي هني، موت هذا ايش اسمه اشورا وايزو اشورا ايه بس اشورا دوجي بالانمي فرق ترى بين، وكلهم بكوا راحوا. الفرق بينه وبين كايدو وبيج مام ان حتى بالمانجا قال اكثر انهم ماتوا، ما تكلم عن بيج مام وكايدو، ففرق يعني هذا الفرق الوحيد اللي بينه. ايه ايه خلينا نشوف بالنهاية. حلقة حلوة بس مو بالمستوى اللي كنا نتوقعه بصراحة، هذا رأي. أنا توقعت والله بيكون أقوى زورو ساندي الصراحة، زورو وكينج بس مو أقوى الصراحة، بس أنا الفلاش باك هذا غثني، ما توقعت صراحة يحطون فلاش باك بحلقة كذي. غلط غلط مكانها غلط، بس بصراحة ما هو الضحك عجيب الصور اللي كنت قاعدتها تزور، الصور اللي كنت دسها بالجروب وشافها التيك توكات. راشد ما في تعليق بعد؟ ايش بعد؟ بس هذا اللي عندي. اخ وللامانه للامانه احس شوفتنا بالديسكورد تظلمت الحلقه زياده. ليش؟ هو اكيد انا راح اقعد اشوفها بالفول فول الجوده اقل، الجوده اقل. انا قلت والله بس ما هي اصلا الحلقه ما في الا 1080 الحين ترى على فكره. اي بس بالديسكورد لما تشوفها غير، انت اكثر، انت الوحيد اللي شفت الحلقه قويه ترى. ترى 1440 انا حاط 1440 يعني ادري ادري ادري، بس هم هم عندنا احنا غير راح تكون صوت غريب. اي عزيز ترى وايد فرق، خلاص طلعوه مره ثانيه. لو تلاحظ لو تلاحظ انت الوحيد اللي قلت 9. عجبتني يا ولد والله، عجبتني قلت 9. لو يطلع جابو يرقص اعطيها 10 والله يستاهل، بس والله والله العظيم عجبني انا، حيل حيل عجبني ترى اكثر المانجا على فكره، ما توقعت كلش كذي الصراحه. لا لا قوي 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 جوي حلو. ليش انا دائما لنشوف، انا دائما احاول اوكي صدق هذا، بس احاول اقارن اقارن حيل شويه مع المانجا، انه بالمانجا مو معطيني، معطيني اشياء بس مو نفس الانمي مع الموسيقى والنقزه و... يا اخي احس صدق يعني فكرتها بينت بالانمي، عرفت؟ هذا اللي عجبني الصراحه بالانيميشن، حيل حيل عجبني. من طلع ماو ماو كلاسيك، هو كان مميز. هو كان اولريدي ميوت والله. ضحكني لما لما يرقيم ترى سامع. اه مسكين. لا بزين اهني بصراحه، كان ساكت طول الحلقه، احسه كان ودي يسولف فحط ميوت قاعد يضحك لحاله. عاد والله في بعض اللقطات تطلع انت تضحك من نفسك من اللي قاعد يصير. عرفت؟ بس صراحه عجيب عجيب، انا شوف صراحه سانس وايد حلو حلو حلوه. لقطات لقطات لوفي بس هي اللي حلوه، بس للامانه ما راح اقط فلوس اروح لها السينما. لا الحلقه مو مال السينما، مو مال السينما، كل 20 دقيقه تدش بسم الله ولا طالع. ممكن لو لو حاطين شو اسمه الحلقتين ممكن، بس مو حلقه واحده، حلقتين مع بعض يعني. الحين بننطر اسبوع الجاي نشوف ايش السالفه. ايه يبين حلقة اسبوع الجاي شوف شو الموضوع. لا اسبوع الجاي المفروض اللي هي اللي هي الرئيسية يعني. شوف سالفة الستة ثمانية هذه، تاريخ ستة ثمانية هي ظهور الجوي بوي، بس هذه حلوة. بس سالفة انه تعالوا لازم تشوفوا الحلقة انه راح تكون، بس سالفة المخرجين مال المخرجين وهذا ما لها داعي. انا سالفة الجوي بوي الظهور، عرفت؟ اي فاهم شو الموضوع. الحلقة الحلقة الجاية من بدايتها لنهايتها القتال حلو؟ هي تطلع كل الابداعات، نشوف نشوف الانيميشن، نشوف التحريك، ونشوف معاها الاستاذ هل ضبط ولا شيء. لازم يستغلون هالشيء اصلا. اي لازم لازم اويس اوس اوس تيدي على قولتهم، ما يحطون لك شيء، يحطون لك زياده نغمتين وخلاص. لازم لازم حتى الاوبننج ترى المفروض كان اوبننج جديد هني، بس نقطه واحده بس اجلوه ما ليش. راشد هلا دوام انت شيء ولا شو الوضع؟ اي دوام عندي. تنام ولا شو الوضع؟ لا لا قاعد. يلا هند شيء يعمل زي ما حديث حديث قام يتكرر خلاص. احس عزيز قاعد ما ادري ايش دش دش باللوب. لا مو دش باللوب، احس قاعد يتقاتل من داخل، عرفت ليش؟ يعني يقول لي طبول التحقيق قاتل مع منو؟
والله العظيم والله العظيم اول ما قاعد اسمع قلبي قاعد يطق انا والله دم 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 لا مو دم دم تكفى خربت انا اول ما طلعت افكر فيه دم 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 اول ما سمعت قاعد اضحك اتذكر عيدان دم 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 اذا عيدان انت ليه ما تبيها سخريه لا 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 شوف 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 في معاني تعطيك معاني احسن كلمه السخريه مقارنه بريديكولس الثنتين احس هذه تعطيك معنى وهذه تعطيك معنى السخريه احسها سلبيه اكثر والريديكولس يعطيك المعنى حقيقي يعني ممكن سؤال ممكن إيه عشان تنفع مع الهذا لا لا لحظه عزيز لحظه ايدان شنو ترجمه ريديكولس ريديكولس اي شنو ترجمتها شلون 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 اقول لك انا فاهمه بس خلني اشوف شلون اشرح لك اياها ريديكولس يعني جن ممكن جنون ريديكولس شيء جنوني بس مو سخريه جنون كريزي لا جنون كريزي اوكي لحظه ريديكولس شنو معناها بالعربي لحظه شوف عيد انا دراش انا في عيد مسكم ridiculous معناته deserving or inviting dispersion mockery absurd شوف العربي ولد انا قاعد اقول لك شنو ترجمه ridiculous ما ادري شنو معنى ridiculous اي يعني نفس الشيء هذا المعنى لا مو نفس الشيء مو نفس الشيء فوق ابي ترجمه مالت ridiculous شنو بالعربي سخافه بس شكرا بس مو شو اسمه عصب ليش عصب لا يا لا تعصب خلاص هذا حطها سخريه خلاص بس سخريه لا لا سخريه بالعكس كلمه سخريه غلط هو حاط لك اياها الترجمه ريديكولس فور لا نظام نظام لا 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 نظام انه ياخذ لك اياها حتى غلط انت ما فهمت ترى مو شرط تكون سلبيه مو شرط تكون سلبيه هي كلمه كذي بس انت تستخدمها وايد اشياء هي على حسب اوكي اوكي يعني الحين انا الحين انا شفتها لحظه ريديكولس معناته لافابل ابزرد فاني هيليريوس شوف العربي بالعربي سخريه تعتبر شيء بعد ترى واحد حسب الجمله يعني على حسب سياق الجمله هي صح 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 على حسب صياغ الجمله بس كلمه سخريه خذها على كلمه سخريه يعني لو ماخذين يعني اوكي اذا في يعني اذا في شيء له اكثر من معنى اخذ المعنى الاقرب وهم ماخذين سخريه شنو يحط لك زي بالعربي يحط لك ضاحك جنوني مثلا لا لا غير جنون غير جنوني معناته مو ترى سخريه مو سلبي ترى قاعد اقول لك او السخريه مثل ما تقول تعرف اللي يعتبر انت وش قلت لافبل نفس الشيء اللي تحس ان تعرف واحد مكثر الضحك ومستانس كذي هذا يعتبر عشان شيء قوته لو تلاحظ شيء قوته هي قاعد يناقز ويضحك عرفت والصراحه الصراحه هذا شيء جديد اوكي هو صح بس ما هم ما احس انه في كلمه ثانيه لانك 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 تحس بانها سلبيه عرفت اي لان اي قوه الثقافه انها قوه ثقافه لا يعني عندنا واحد يقول كنت انها قدره جنونيه يعني مثلا مو قدره سخافه سخريه لا لا اللغه العربيه بعد ما تعرف ايش يصير يلا 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 خلينا نلعب دبت يلا خلينا نحول نلعب دبت عيدان القلبه اللغويه صار بعد لا لازم نقاش عيدان ما يقدرون عليك ترجمها الولد ما يقدرون ما يقدر علي ولد اعطيت نقاش ما يقدرون حبيبي لا تقول لي والله منطق يا اخي نقاش ما عارف لغة عربية ما يعرف شتم شتم يقصد عيدان كان يقدرون يختارون كل كلمة على الأقل أفضل شنو أنتم صح هو كذي هو كذي أشرش على عندك إذا سمحت مثل شنو راشد كلمة ثانية هو كذي يعني كلمة ما تنزل من قوة الفاكهة أو من قوة الشخصية أو من قوة الموقف كمثال بس ما ادري مثال انا اعطيك مثال الحين مثلا كان يقدرون مثلا يقولون عطى شيء قوته نفس قوته يعني لا عزيز خليني افكر
لا هم ما يدرون قوته، ما يدرون عن قوته للحين صح؟ لا هي 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 اودا بيحطها نفس قوته عرفت؟ هو بيحط شنو هي بالاصل؟ هي الفاكهه هي سر حق الناس. اي ادري بس اقصد هم يدرون هم يدرون اه فاهمك بس هم يدرون يدرون صار لهم 800 سنه ما يدرون؟ هم هم يتناقلون عرفت؟ هم الوحيدين اللي يدرون عن الاصل مالها انه يضحك والسخريه هذه عرفت هم قاعد يشرحون بس ايه كان خلوا القصه اللي يعني نفس القوه من السيريس وبعدين يقولون عنها انها سخريه هم 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 قاعد يشرحون عرفت ما هم قاعد يشرحون لك بس انه قبل لا يطلع لوفي يضحك كذا ما قالوا راح يصير مثل بعين الناس يا اخي هذا يشرح عن بالنسبه لي ترى اهم شيء جروس يشرحهم لا زين كان زين صح مكانه ترى مو هذا حيل صح اي اوكي اوكي بس انا قاعد اقول ما ينفع بالقصه يلا ما عليه ما عليه دش دبد الحين دش دبد وزدهم